وقبل ما أبدأ كلامي أصلي على النبي الغالي. اوعى تدعي انك صالح، انت مستور، انت كل موضوعك ان ربنا سترك. بس خليك عارف يا غالي ان الستر نعمة من ربنا عليك، وان الستر ممكن يترفع عنك في اي وقت وفي اي لحظة. عشان كده بقولك دايما تقول دمها علينا بالستر يا رب. لو عرفت حقيقتك يمكن تكون لسه ما عرفتهاش. نقول تاني، انت مستور. نقول تالت، انت مستور لحسن ينكشف عنك المستور. فبطل تقول الزور لحسن ينكشف عنك المستور. حافظ على أسرار الناس، واوعى في يوم تفضح المستور. ببساطة يا ابني تتفضح ويترفع عنك المستور. نقولها تاني، دمها علينا بالستر يا رب. واوعى تدعي الفضيلة وانت من أهل الرذيلة. وبقولها وصوتي عالي، حافظ على أسرار الناس لحسن يجي يوم وتنداس. كلك عيوب وانت معيوب. فوق يا ابني قبل ما تجيلك من فوق. أقول تاني، فوق يا ابني قبل ما تجيلك من فوق. عيشوا بستر الله تعيشوا في أمان الله. واعرفوا الحقيقة إن الأصيل بيفضل أصيل حتى لو الدنيا جت عليه. إحنا مستورين وماشيين بستر ربنا. بس في منا بيغره نفوذه، وفي مننا بيغره علمه، وفي مننا بيغره منصبه، وفي منا بيغره ماله. بس لو مفيش ستر ربنا ما يكشف عنا ستره ابدا. يا صاحب اللطف الخفي يا ربنا يا علي، ما تكشفش عنا سترك يا رب، ولا ترفع عنا سترك يا رب أبدا. تلاقي واحد فرحان بعضلاته، أصله رب عضلات وخد أمينه، فماشي عمال يتمخطر وشوية مرض قد كده ما تعرفش جم منين، يقعدوه يرقدوه في البيت. فخليك عارف ان انت مستور وماشي بستر ربنا. بس النهاردة انا هبدأ كلامي بحاجة يعني ممكن تقول كده مفيش بيت في مصر، مفيش مكان في مصر الحاجة دي مش موجودة فيه. تركب الميكروباص تسمعها، تمشي في الشارع تسمعها، في المحلات بيبدأوا يومهم بيها، في أي حتة لازم تسمعها. واحد من اللي مسافرين بره كتب بوست كده على تويتر عجبني قوي، ودي الحقيقة. بيقولك أنا ما بيحلليش ولا حس بطعم مصر إلا لما بفتح واسمع إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم دي بركة. مفيش بيت يخلو من هذه الأصوات. الأستاذ المخرج وليد محضر لنا فيديو
يا ريت نسمعه كده نستمتع شوية. أظن الأصوات دي أتحدى في العالم حد عنده الأصوات دي. أنا عاوز أروح معاكم بسرعة على الفيديو بتاع محمد أشرف اللي هو للأسف للأسف سخر يعني سخر من إذاعة القرآن الكريم اللي هي داخلة في كل ربوع العالم، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في العالم كله. في ناس بره مصر عايشين بيستمتعوا بأصوات وإذاعة القرآن الكريم. نشوف الفيديو مع بعض. أكتر بقى ناس بشوفها أنا بصراحة ماليش مزاج أكمل الفيديو بتاع الواد ده من الآخر بالأمانة، ماليش، ما عنديش طاقة ولا عندي إحساس باللي هو بيقوله. والغباء الأكتر إن اللي قاعدين بيضحكوا. أنت بتسخر من إيه يا حبيبي؟ يا حبيبي أنت أصلاً أنت عاوز تتشهر، فأنت قلت إيه أطلع أتريق على إذاعة القرآن الكريم اللي ببركة القرآن وبركة الإذاعة القرآن الكريم دي في كل بيت. ده ناس كتير جداً يعني اتعلمت القرآن وتعلمت السنة، ده منهج تربوي أصيل. إذاعة القرآن الكريم اللي انت عمال تتريق عليها دي وتقول أصل بيخوفوني، مين اللي بيخوفك يا ابني؟ انت عشان تضحك الناس. محمد أشرف ده أولا هو ممثل مش مشهور، عشان بس أجيب لكم الآخر يعني، فهو عاوز يتشهر، واخد بال حضرتك؟ فمن شهر يناير اللي فات عمل الفيديو دون، وللأسف ما كانتش اتشهر الفيديو ده، وسخر من ايه؟ من مقدمين برامج اذاعه القران الكريم، يقول لك اصل بيخوفوني، وطالع لي واحده بتضحك. تضحك عليه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي انت تعرفي قل هو الله احد؟ حافظه قل هو الله احد انت؟ حافظه قل اعوذ برب الناس؟ والله تلاقيك ما تعرفي حاجه خالص. انت لو تعرفي بجد ما كنتيش تضحكي الضحكه دي، ولا كان هو يقول الكلام ده. يقول لك بيخوفوني، اصل هو في حلقه من حلقات ستاند كوميدي الاخ محمد اشرف ده طالع فيها وطلع اعتذر، بس بقى للاسف اعتذارك يا محمد يعني ما اعرفش بقى يقبلوه في المحكمه، لان الهيئه الوطنيه للاعلام يا حماده معلش قدمت طلب، قدمت بلاغ في حضرتك عشان ايه؟ نحترم نفسينا. اصل دي اذاعه القران الكريم، اصل دي البركه، اصل دي فيها مشايخنا. طب انا اقول لك معلومه وقبل ما اخد اتصالي مع الدكتور جمال محمد عبد الستار في ثواني هقول لك معلومه يا حماده، وانا اسمحني اقول لك يا حماده عشان انت ما ينفعش غير معاك يا حماده. عارف اقول لك ايه؟ تعرف ان مفيش قارئ في من قراء اذاعه القران الكريم الا ان هو بيقرا عن سيدنا النبي؟ هتسالني ازاي؟ هقول لك قراءات متواتره. اي واحد بيقرا في اذاعه القران الكريم معاه اجازه عن سيدنا النبي، واخد الاجازه من حضره سيدنا النبي. هيقول لي ايه الراجل المجنون ده؟ انا مش مجنون يا حبيبي، الاجازه عن متواتره. يعني القراء اللي حضرتك بتسمعهم دول ليك الفخر، ولينا عظيم الفخر وعظيم التقدير ان احنا بنسمع اصواتهم، لان لهم اجازه من رسول الله. نخش بقى ونسمع من الدكتور، معانا الدكتور جمال، الو، من علماء الازهر الشريف ودكتور في الادب العربي. الو الو يا دكتور. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يحفظ معاليك يا فندم، الله يحفظك حبيبي الغالي. ازاي حضرتك؟ ربنا يحفظك. انت ايه رايك في الاستاذ محمد اشرف الممثل المغمور ده؟ الو. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. يا ريت يا دكتور توطي التلفزيون لو سمحت. حاضر. عشان نسمع حضرتك بس والمشاهدين يسمعوك ببركة سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. احنا مش عايزين نكفره يا دكتور والنبي يا بوز، يعني هذا نص
اخر نقطه نعم نعم اصل هي الايه موضوعها، يعني انا معاك في موضوع الايه، بس محمد اشرف يعني هو مسلم وكل حاجه، بس هو ايه يعني راحت فلتت منه شويه يعني. هو اذا استمر على ما هو عليه قد يخرج لا لا عن رتبه الاسلام مباشره. لا احنا مش عاوزين نخش في الجزئيه دي، انا تعرف لانه أنا يعني يستهزئ. لا هو بيستهزئ على اداء المذيعين، لكن ما هو هي قال لك هو الايه اعتذر. قل أبالله واياته ورسوله، المذيعين هم ماذا يذيعون الا ايات الله؟ ماشي، بس هم المذيعين هو بيتريق على ادائهم، لكن هو لم ما يقدرش يتريق على الايات. هو قال كده، قال انا بعتذر، انا بتريق على ادائهم لان ليهم طريقه معينه. هو ما يفهمش يعني ايه لغه، وما يفهمش يعني ايه اداء، وما يعرفش يعني ايه اداء باللغه العربيه، لان هو لو يعرف ما كانش طلع قال الكلام ده. بس يا هو عشان معلم مغمور. استشار. اتفضل بسم اتفضل. الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. فهي لغة العقل، وهي لغة الكمال، وهي لغة الإيمان. تمام. فالاستهزاء بها إنما هو أمر عظيم، وهو على خطر عظيم. نسأل الله العفو والعافية وأن يرجع عما هو فيه، وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه له. لا هو رجع، هو رجع، هو رجع. إثارة السماء، إذاعة القرآن الكريم إثارة السماء. والله تعلمنا القرآن يا معالي المستشار عبر الأثير، من أخذناه من أعلامه. نعم. قراء العالم، القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر وطبع في لبنان. نعم. وحفظ في مصر. نعم. مصر خرجت أعظم قراء على مستوى العالم العربي والإسلامي. أنا معلومتي إن حضرتك كنت بتصحح المصحف في مكة. نعم، كنت أعمل في المدينة المنورة في مجمع الملك فهد مصححا للقرآن الكريم. وكان معي أكبر نخبة من علمائنا. يعني كمان أهو قام على أيدي المصريين برضه. يعني حتى في مكة والمدينة على أيدي المصريين أهو يا جماعة. المصحف الذي في أيدينا الآن. نعم. ومنتشر في ربوع الأرض. نعم. إنما هو تخريج، تجد في الآخر كده ختم ورقم. الختم ده بيحمل رقم اسم عالم من علماء الازهر، الله مسؤول الله عن كل حرف في هذا الكتاب. الله الله الله. طيب صححناه وقدحناه في ايدينا. طيب هو بالنسبه للاستاذ اللي فلتت منه محمد اشرف ده، انت شايف اذاعه القران الكريم رسالتها عملت ايه في بيوت مصر، وعملت ايه في شباب مصر، وعملت ايه في ستات مصر، الناس الطيبين دول بتوع زمان اللي هم ما كانوش يعني بيتعلموا؟ هي طاقة النور يا معالي المستشار، هي طاقة النور. جميل التي أضاءت كل بيت وأضاءت كل ركن في أركان العالم، وتعلمنا منها وأخذنا ديننا عنها. طاقة النور، الله. وما زلنا نفتخر بها حتى وقتنا الحالي. الله الله، جميل قوي التعبير ده يا دكتور والله. طاقة النور. والله طاقة النور. وهي كثارة من كثارات السماء. يعني انت حضرتك بتتفق معايا ان هي اثرت في جيل، اثرت في ناس كتير قوي اذاعه القران الكريم. ما زالت حتى الان مستمره. مستمره في كل مكان. تمام. في الحضر وفي الوبر وفي المضر وفي كل بقاع الارض. الله. ما زلنا نستمع الى حتى وقتنا الحالي، حتى هذه اللحظه التي انا انا لسه كنت بقول، يعني طبعا بستاذن حضرتك ان انا اقول في حضرتك، يعني لان انتوا اهل العلم، يعني ان ما فيش قارئ من القران، من اهل القران في اذاعه القران الا عن رسول الله. نعم نعم، هو مهما اتيت واخذت من دكتوراه ووصلت من العلم مبلغا، لن تستطيع أن تقرأ القرآن إلا أخذته على يد معلم، وهذا المعلم أخذ المدد. تمام. من لدن سيدنا جبريل. نعم. إلى سيدنا رسول الله. صح. إلى الصحابة، حتى وصل إلينا متواتراً. على صورته الحالية متواترا.
متواترا. نعم. الله يبارك فيك. جميل جميل. طيب انا قبل ما 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 ما, ما اخرج من المكالمه مع حضرتك ليا سؤال جوهري، عشان انا طفح الكيل ومتضايق قوي من السؤال اللي هساله دلوقتي. كل موسم مولد رسول الله يطلع علينا ناس طيبين مزعلني شويه، يقول لك ايه الاحتفال بالمولد النبوي بدعه. الذي يقول ذلك انما هو جاهل تماما، لان الله جل وعلا يقسم بعمر النبي. يقسم بعمر النبي جل وعلا، يقول له لعمرك. الله الله. فأعظم ميلاد في وجه على وجه الأرض هو ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا هو سيدنا. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قطي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن قتيبة ابن بركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معبد ابن عدنان. أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. نعم. مولده ورضاعه كانت ولادته فجر الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الموافق ليوم العشرين من شهر أبريل سنة 571 ميلادية، وهو العام الذي وقع فيه حادث الفيل واستقبلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. أول من أرضعه أمه السيدة آمنة بنت وهب. نعم نعم نعم. ثم ثويبة الأسلمية جارية عمه ابن أبي لهب، عمه أبي لهب، وأم أيمن جارية أبيه، ثم أرضعته السيدة حليمة السعدية. لا بأبي هو وأمي سيدنا رسول الله. أنا عايز أعرف بقى، معلش بعد إذن حضرتك، إيه البدعة في إن إحنا نحتفل بنور ربنا علينا سيدنا النبي؟ ده شيء جميل إن إحنا نحتفل بهذا النور الذي عرفنا الله. لم نكن نعرف الله الا عرفناه عن طريق سيدنا رسول الله. سيدنا النبي اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقسم بعمره صلى الله عليه وسلم، و سيدنا جبريل عليه السلام حينما نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، يقول سيدنا جبريل عليه السلام امين الوحي يا رسول الله اني أشد خلق الله خوفا من الله. وحينما نزلت هذه الآية اطمأن قلبي بك يا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للثقلين الإنس والجن والملائكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا النبي. طيب يعني كده نتفق مع بعضنا وأنت حضرتك من علماء الأزهر الشريف أنها ليست بدعة. لا لا، نجلس ونطعم اولادنا الحلوى ونذكرهم بان هذا اليوم هو مولد المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. انا متهيألي كمان، انا متهيألي، انا برضه متهيألي يعني، انا بس عشان بس الناس ما تختلفش معايا في حاجه، ده احنا نحتفل بيه كل يوم كل ساعه والله كل دقيقه. والله كل وقت يا استاذ وائل. فهو رحمه مهداه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سيدنا النبي. طيب يعني كده ليس هناك حرمانيه وليس هناك قصدي يعني اي شيء من الحرام في الاحتفال بمولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هقول لك تقول لك قصه طريفه من الطرائف. طريفه من الطرائف. تفضل. هناك امراه كانت لها زوج، مات زوجها وترك لها ابنه. هذه البنت مرضت بمرض عضال. فانفقت عليها كل ما تملك. تمام. ثم بعد فتره ماتت البنت ودفنتها امها، فجاءتها في ليله على وجهها القطران. فبكت المراه ثم ذهبت الى الامام في ذلك العصر. قالت له يا امام إن لم تجد لي حلا سوف أموت، وجدت ابنتي على صورة كذا وكذا وكذا. قال لها أمهليني حتى الغد، فأمهلته حتى الغد. فجلس الإمام بعد الفجر في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر وهو يتلو أوراده ويصلي على النبي، فأخذته غفوة من النوم عليه الصلاة والسلام. فرأى فتاة
محلاه بالزبرجد والياقوت والحرير. فقال من أنت؟ قالت أنا ابنة المرأة التي زرتك بالأمس. قال ما حكايتك؟ قالت له يا إمام أنا كنت أعذب ممن يعذب في القبور، وكما أخبر النبي أن هذه الأمة تعذب في قبورها، وأنا كنت واحدة ممن يعذبون في القبور. فمر رجل طيب، ماذا فعل؟ قال اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت جمال، فأمر الله جل وعلا أن يرفع العذاب عن 500 ممن يعذبون في القبور، وكنت أنا واحدة منهم. اللهم صل على سيدنا محمد. دكتور جمال حضرتك يعني شرفتنا ونورتنا، ومداخلتك جميلة وببركة سيدنا النبي وسيرة سيدنا النبي والكلام الطيب دون الذي لا ينقطع. متشكرين لحضرتك. كان معنا الدكتور جمال محمد عبد الستار من علماء الأزهر الشريف، ودكتوراه في الأدب العربي، وكان مصححا للمصحف بمكة والمدينة. متشكرين لحضرتك. طيب أنا بقى هقول حاجة كده، إيه يعني، عاوز أبشر الأستاذ محمد أشرف اللي خبط شويه كده في اذاعه القران الكريم، واللي هو اصلا يعني ما اعرفش ايه اللي خلاه يخبط ويخش في الموضوع دون. انا بقول لك يا استاذ محمد، الهيئه الوطنيه للاعلام عملت بلاغ ضد حضرتك. البلاغ دون عباره عن بلاغ ازدراء اديان وتنمر. واستنى بقى، عشان كده احنا بنقول يا جماعه في حاجات معينه ما ينفعش نقرب منها، ما ينفعش نقرب منها. دي اذاعه القران الكريم، ده وقار، دي بتبث أثير للعالم كله. الأثير بتاع إذاعة القرآن ده للعالم كله، فيها قامة وقيمة وقامات، هي ما بتخرجش عن نسق الآيات والأحاديث والكلام في حضرة سيدنا النبي والكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. بتعلم الناس ببساطة ولها منهج، وناس كتير اتعلموا على إيد إذاعة القرآن الكريم. ستاتنا وأمهاتنا اللي في البيوت دول تلاقيهم صاحيين الصبح كده، وتصحى الصبح وانت لسه بتصلي، تصحى تشغل الراديو. زمان سبحان الله كانت بركة، ويا رب يديمها علينا بركة. وهو اعتذر برضه، بس هو بقى يعتذر للمحكمة، هي تقبل اعتذاره ما تقبلش، يقول اللي هو عاوز يقوله، بس المهم تقدم ضده بلاغ تنمر وازدراء أديان. فنبعد عن المنطقة دي يا جماعة، ويجيب لي واحدة بتضحك وواحد مش عارف ايه، ابعدوا عن المنطقة دي، خليكوا بعيد عن منطقة القرآن وسيدنا النبي. خلاص. طيب أنا النهاردة برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم نتكلم عليها يا جماعة، استكمالا للقرآن وسنة وحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع المدرسين. يا ريت الأستاذ وليد والأستاذ محمد الشاهد يحضرونا اتصالنا بالأستاذ أحمد بكر. تمام. طيب يا جماعة، أنا بقول موضوع المدارس، طبعا إحنا النهاردة عندنا موضوع ما تعرفش تبقى مع المدرس شوية. طب المدرس المرتب يعني ضعيف، طيب تبقى مع التلاميذ، طب هم عملوا دروس ومجموعات تقوية، انت واخد بال حضرتك. طب النهاردة القصة بتاعت المجموعات دي ايه قصتها؟ انا النهاردة جاء الاتصال من الأستاذ أحمد بكر مدرس اللغة الفرنسية بالجيزة. معانا الأستاذ أحمد ولا لسه؟ طيب المهم اللي أنا عايز أقوله، المدرس مظلوم والطلبة مظلومة، وبطبيعة الحال لازم يبقى في مجموعات تقوية، وغصب عني وعن حضرتك لازم بتبقى في دروس خصوصية، ما تقدرش تمنعها صدقني، حتى لو كنت مانعها وفي قرار بيها أنا معاك. أنا مش ضد القرار، أنا مع القرار، بس أنا عايز أقول مش هتقدر. ليه؟ النهاردة واحد عايز يعمل تقوية لابنه مقتدر، هيروح جايب المدرس عنده في البيت وهيدي لبنته أو هيدي لابنه، هتقدر تخش البيت؟ مش هتقدر.
لكن هي موضوع بقى الأكبر والأعم، موضوع السناتر اللي اتلغى، وده شيء أنا بعتبره شبه إن هو شيء كويس. نخلي أمورنا في مدارسنا تحت عينينا، ولادنا يبقوا تحت عينينا، ما نعرفش السناتر دي بتدي إيه، هل هي مرخصة ولا غير مرخصة؟ لأن طبعًا اتوقفت معنا الأستاذ أحمد بكر. السلام عليكم. يا أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم، ازاي سعادتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. نقول دي صا صفاضي يا مشيه. ماشي. الاستاذ احمد مدرس لغه فرنسيه بالجيزه، انا كان ليك وجهه نظر كده حضرتك تكلمت معايا فيها، انا بتمنى اسمعها من حضرتك، لو نقدر يبقى في يعني نوصل رساله حضرتك للسيد الوزير، لان انا شايف ان في ناس بتقول ان في جيل بيفقد المدرس، في جيل بيفقد العلم، فيا ريت لو عند حضرتك يعني وجهه نظر كده ان شاء الله تكون صائبه اسمعها من حضرتك. والله يا فندم في البدايه انا بحب اوجه الشكر لحضرتك. شكر. والبرنامج الرائع حبيبي، والطعم الاعداد المتميز حبيبي الغالي، والف مبروك يا فندم على الجائزه الرائعه اللي حضرتك حصلت عليها. شكر لحضرتك. ثانيا الموضوع باختصار شديد، احنا كلنا بنكمل بعض تمام، وبنحاول كلنا ان احنا نوصل للحلول. من شويه او من فتره قليله كده سمعنا في التلفزيون ان في زيادات للمدرسين، ده كلام جميل تمام، بس في نقطه احب اتكلم فيها. اتفضل. دلوقتي حضرتك المدرس اساسا ليه حقوق في الادارات، بمعنى تمام دلوقتي المدرس اترقى وبعد ما اترقى المفروض ان هو ليه فلوس مستحقات ماديه باثر رجعي. يعني مثلا نقول ان هو اترقى في شهر واحد مثلا وقعد استلم، او الترقيه جات له في شهر سبعه، فليه حوالي سبعه اشهر تمام، مبلغ جميل، بس طلع المدرس الاداره ما لقاش حاجه، ما لقاش اي مستحقات ماديه، وفي الاداره قالوا له حضرتك بعد اذنك ارفع قضيه عشان تحصل على حقك. ازاي يعني ارفع قضيه عشان تاخد حقك؟ ارفع قضيه عشان تاخد حقك. طب ليه ما تعملش شكوى للرقابه الاداريه؟ والله يا فندم الموضوع كتير، رقابه اداريه ونيابه وكذا وكذا، ولكن برضو الامور بتتوه، هي الموضوع مش مستاهل. انا ليا حق اخده، الدوله تديهولك. انا ما طلبتش زياده، انا ما طلبتش اي زياده. هم بيتعاملوا معاكم يا استاذ احمد ان انتوا حيتان الدروس الخصوصيه. يا معالي الباشا مش كله حيتان، في ناس غلبانه جدا بتعيش على مرتبها. كويس، مش كله، بس صعب يعني مدرس يعيش على المرتب بتاعه، صعب شويه. والله ممكن تلاقيش ثلاث ارباع المدرسين شغالين شغلانات بعد الظهر، دي حقيقه، ودي حاجه تزعلني. قول لي ليه ما ينفعش انا ابقى مدرس ومعلم فاضل بخرج اجيال دكتور ومهندس وظابط ووكيل نيابه ورئيس محكمه، واروح اشتغل بعد الظهر لاني راكب توك توك مثلا؟ ده في حاجه تزعل حضرتك اكتر. اتفضل. ان انت حضرتك عايز تحسن دخلك، عنده عيال، كلنا عارفين ان الوزاره مش قادره انها توفر يعني اي حاجه للمدرس. طب من وجهه نظرك نقدر نعمل معادله، المعادله الصعبه دي تتحل ازاي؟ والله يا معالي الباشا احنا لازم نحط ايدينا على المشكلات عشان نعرف نقول الحل. انا ممكن اقول لحضرتك بعض النقاط باختصار. اتفضل. سياده الوزير مشكورا بيساعد المدرس في رفع المعاناه عنه، ولكن بعض المحيطين انا مش شايف اي مساعده، بمعنى اتفضل. قالوا ان المجموعات المدرسيه تبقى في المدارس، ده كلام كويس جدا، ده شيء طيب اهو كده، منعت السناتر اهي الغير قانونيه، وبيديكوا انتوا الحق تاخدوا فلوس اهو من المجموعات. ده كلام جميل ومتميز وحلو جميل، بس تعالى بص سعادتك على التطبيق بقى. ايه بقى المفروض؟ المفروض دلوقتي ان اي طالب له الحق انه يحضر في اي مدرسه ويحضر. طب ده مش عيب؟ هو افرض الاستاذ احمد عاجبه شرحه يروح يحضر عنده، الاستاذه منال، الاستاذه عيده، الاستاذ محمد، الاستاذ عبد السميع، هو عاوز يتعلم من ده. تمام يا وائل بيه، تمام، انا مع سعادتك. بس هنا هتحدث مشكله. ايه هي؟
مدارس الصبيان كلها راحت مدارس البنات. وهنا بقى في اختلاط فظيع يؤدي الى مشكله وتفاقم. بس خلي بال حضرتك برضه يا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. احنا برضه في الاخر هما في الجامعه هيطلعوا يلاقوا نفسهم مع بعض برضه. يا فندم انا مع حضرتك، ولكن الجامعه مستوى فكري تاني مختلف. انت عاوز تقول ان المستوى الفكري في الثانوي غير ناضج شويه. اكيد اكيد. لا انا اتفق معاك في دي، اتفق معاك. وده هيعمل مشكلات، ده رقم واحد. رقم اتنين، تعالى سعادتك بص على الاعداء، مفيش اي حاجه اسمها احتياطات احترازيه. طب ما دي مشكله. المحاضره فيها 120 و150 و180. طب ده كلام ينفع؟ طيب. ده كلام ينفع يا استاذ احمد؟ ده كلام ما ينفع. هو ده اللي احنا بنقوله سعادتك، ده اللي احنا بنقوله. طب ما تكتب حضرتك، ما تكتب يا فندم. المعلم بيقوم في المدرسه باكتر من عمل. المعلم شغال امن، شغال اعمال اداريه امن بجانب عمله في الفصل. لا فهمني معلش عشان ما توهش منك، يعني ايه شغال امن واعمال اداريه؟ امن بيقف على البوابه امن. طب مش فاهمها دي معلش يا فندم. في جدوله بيبقى في حصص امن، بيقف يوم امن على البوابه ماسك الدفتر يمضي اللي داخل واللي خارج. ده انا الكلام ده انا سامحني، انا اسف، ما كانش على ايامنا يا استاذ احمد. ما كانش فيه اي كلام ده يا فندم. كان زمان فيه، ما كانش فيه. عم محمد البواب وشكرا، محدش يخش. يا وائل بيه، يا وائل بيه كان فيه احترام. وكان فيه طالب وولي امر بيحترم والله المدرس. والله يا استاذ احمد انا اقول لحضرتك على حاجه يمكن فضل. خير الشاهد، انا لو المدرس شفته في الشارع الف من الشارع اللي ورا، وانا ما بعملش حاجه غلط. كنت ماشي مع والدي ولقيته بيسلم على واحد وبيبوس ايده، بقول له مين ده يا حاج؟ قال لي ده المدرس بتاعي. الله الله، واخد بال حضرتك عشان ازاي؟ كده احنا الجيل، يعني مش عاوز اقول، مش عايز اكبر نفسي، بس عاوز اقول الجيل بتاعنا يعني كان من الاجيال المحترمه. اكيد اكيد. هو سياده الوزير بيسعى لاصلاح التعليم وكلنا معاه، بس انا اسف في ملحوظه صغيره. النت انا شايفه مش حل يا فندم. فين ايام زمان والطالب والطالب يقوم كده يتسال ويجاوب وياخد جايزه ويروح البيت يحضر الدرس ويتناقش مع المدرس، في شغل وفي روح. دلوقتي النت حضرتك بقى في تباعد. طيب انت، انا اتفق معاك ان النت والتواصل الاجتماعي افقد الروح ما بين المدرس والطالب. تمام. صح كده؟ تمام تمام، كلام سليم. طيب احنا يعني انا عايز رساله من حضرتك في نهايه المحادثه الجميله دي، وانا تشرفت بحضرتك. اشكرك عايز يا فندم. رساله، شكرا. رساله جميله كده لمصر، لبلدنا، للمدارس، للمدرسين، لسياده الوزير، للمعلمين، للمعلمات، لاولادنا. رساله والله يا بسيطه. فندم ربنا يوفق سياده الرئيس وسياده الوزير في مشروعاتهم الجميله والتخطيط الجيد. ولكن انا حابب اسال سياده الوزير بس سؤال واحد. اتفضل. هل سعادتك، مع احترامي الشديد لكل من يعمل مع حضرتك وليه الشرف، هل المستشارين هل هم مدرسين وقفوا على سبوره وتعاملوا مع اولياء امور وطلبه؟ ده كلام جميل، ده كلام جميل. لا كلام، ده كلام في فرق جامد جدا في اتخاذ القرار عشان تبقى حضرتك فهمتك. انت عايز تقول ان ده عاصر، يعني الذي يستشار يبقى عصر المشكلة. ألو؟ ألو؟ معايا يا أستاذ أحمد؟ أيوة يا فندم، مع سعادتك. طيب أنت عايز تقول إن 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 المستشار لازم يكون عاصر المشكلة. كان معانا الأستاذ أحمد بكر من الجيزة، وفقدنا الاتصال بيه. متشكرين يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد بكر مدرس لغة فرنسية، يعني اعتز بصداقته واعتز باقتراحاته، ويا رب صوتنا ان شاء الله موصول لسياده الوزير وصوتنا موصول للمدرسين والمدرسات. في مشهد جميل قوي، في صور جميله كده اتبعتت لي، جميله قوي ونازله على بعض المواقع، انا حابب اوريها لكم. في حاجات جميله برضو في المدارس، يا ريت نشوفها كده مع بعض. بصوا الجميل، بصوا الجمال، اتفرج على الحلاوه. بص، طلبه تصلي في المدرسة واخدين الإجراءات الاحترازية. بص، الله، في حاجات حلوة، في حاجات جميلة اهو، تباعد وفي نفس الوقت واخدين الإجراءات الاحترازية وبيصلوا الصلوات جميلة في المدرسة والحياة جميلة. ويجي واحد حمادة يتريق على إذاعة القرآن الكريم، هو أنت بتصلي يا حمادة
واللي كانت بتضحك دي بتصلي؟ ما اعتقدش. اللي اتريق على الدين واتريق على اذاعه القران الكريم يبقى ما كانش بيصلي، يبقى للاسف يعني ايه محتاج يتربى شويه. فانت هتتربى في المحكمه ان شاء الله. ازدراء اديان وتنمر، وربنا يحفظ بلدنا، ودايما دايما بلدنا محفوظه ومنصوره. هكلمكم بقى عن حاجه مهمه جدا، ودي موضوع الساعه. ايه بقى موضوع الساعه؟ الساده المحترمين اللي هم مترشحين لمجلس الشعب. طيب انا واحد بعت لي والله يعني نكته جميله قوي عجبتني، كوميكس كده يعني ايه، يا ريت الاستاذ وليد ينزلها لنا، استاذ محمد الشاهد، جميله قوي. يعني يقول لك ايه، هو انا عشان شفت يا ابني، هو انت عبيط؟ هو انا عشان شفت صورتك اليافطه بتاعتك هروح انتخبك؟ المعلم زكي، واخد بال حضرتك، والاستاذ عمرو عبد الجليل، الممثلين فعلا يعني انا بحبهم، حاجه جميله. بقول له انت يعني هنتغبك عشان شفت صورتك على يافطه؟ انت عبيط؟ ده طبعا ده كلام ما يصحش. طبعا انا اللي انا عايز اقوله ايه بقى، انا بوجه رساله، والرساله دي في غايه الاهميه، ونصيحه واقتراح. يا رب اسال ربنا ببركه سيدنا النبي ان الاقتراح ده يوصل، والاقتراح ده يبقى تحت منظار دولتنا ويؤخذ بيه. ايه هو بقى الاقتراح دلوقتي؟ انا بقترح على حضراتكم ان يبقى في حاجه اسمها معهد اعداد المرشح. ايه معهد اعداد المرشح؟ اللي المعهد دون يتعمل للي عايز يترشح لمجلس الشعب، ياخد شهاده من هناك، يخرج من هناك من حقه ان هو يترشح. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. لان احنا للاسف، وسامحوني في الموضوع دون، ويمكن انا مش بتكلم يعني على المتغطي، لا بتكلم بال 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 بالعاميه اهو معاكم. واضح في ناس ما ينفعش يترشحوا، في ناس مش من حقهم يترشحوا، في ناس ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، في ناس ما بيعرفوش يتكلموا كلمتين على بعض، في ناس ما يعرفوش يعني ايه لائحه، في ناس ما يعرفوش يعني ايه نظام، في ناس ما يعرفوش يعني ايه قانون، في ناس يعني ما يعرفوش يعني ايه ماده، ما يعرفوش يعني ايه قانون عقوبات، ما يعرفوش حاجه خالص، وهيروحوا مجلس الشعب وهيقننوا وهيشرعوا وهينزلوا لنا قوانين. طب دي تبقى مهزله ولا مش مهزله؟ تبقى مهزله. يبقى انا بنصح دولتي المعظمة مصر الجميلة اللي أنا بتشرف وبنتمي ليها، لازم يبقى في نوع من أنواع الفكر العالي. إيه هو الفكر العالي؟ اللي بيطلع النهاردة عضو مجلس الشعب أو عضو مجلس شيوخ، ده بيمثلني، ده بيمثل مصر في الهيئات وفي المنظمات وفي الحكومة، وبيقف قدام الوزير، وبيقف قدام الوزارة وبيحارب. طب هو هيحارب ازاي؟ هيحارب وهو مش فاهم؟ يبقى لازم يبقى في معهد اسمه معهد اعداد المرشح. ليه اعداد المرشح؟ عشان نفهمه يعني ايه قانون، يعني ايه لائحة، يعني ايه نظام، يعني ايه، ازاي يبقى طريقته في الكلام، ازاي يعرض، ازاي يعمل استجواب. ما هو انت النهارده جاي تترشح، واحد على والله اعرف واحد على توك توك مترشح، مع احترامي للتوك توك، انا مش بقول ان هو يعني شغلانه، هو الراجل بيجتهد، هو راكب توك توك، مفيش مشاكل. طب انت خليك في التوك توك، مالكش دعوه بينا. هتترشح تعمل انت ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه، انت مش هتضيف. لذلك انا بقول بعيدا عن مستواهم اللي هو مش علمي، اللي مترشحين تلاقي الاف، لدرجه ان واحد بيقول لك، ودي المهزله بقى، يقول لك انا من كتر المرشحين مش عارف مين اللي هيروح ينتخب. مصيبة. والله العظيم من كتر الناس اللي رشحت نفسها للانتخابات، ودي مهزلة لازم نعرفها ولازم ننتبه ليها. تلاقي واحد تاجر مخدرات مترشح معاه فلوس، تلاقي واحد ما تعرفش جاب فلوسه منين مترشح. طب ما انت دي إساءة للدولة، ده انت كده بتسيء لدولتنا. لذلك انا بقول، وده مهم جدا، انا بحترم دولتي وبحترم كل الهيئات والمنظمات والمؤسسات في الدولة، لازم ننضبط عشان مصر دي تعلو. يعني أنا دايما في كلمة كده للست رئيس، عشان ما حدش يقول لي بالطب، لا أنا هي كلمة مهمة بقى. إيه بقى الكلمة دي؟ لازم نكون دارسين الحاجة، لازم نكون فاهمين إحنا بنعمل إيه. في تخطيط؟ في تخطيط، في ترتيب؟ في ترتيب. لكن النهاردة كل من هب ودب جاي يترشح، يا راجل يا طيب، عشان انت معاك قرشين تروح تترشح ومستني الحصانه. وبرضه من ضمن الحاجات اللي انا بطالب بيها في البرنامج بتاعي، نرفع الحصانه. ليه؟
الانتماء للوطن أعظم من الانتماء لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ، والله الانتماء لمصر بلدي أعظم من الانتماء لمجلس الشعب والانتماء لمجلس الشيوخ. ليه؟ لأن المواطن هو الأصل. أنا النهاردة بروح مجلس الشيوخ ليه ومجلس الشعب ليه؟ رسالة مهمة جدا لازم نفهمها وناخد بالنا منها يا جماعة. رسالتي واضحة جدا، لازم يبقى فيه إعداد قوي للمرشح اللي هيروح يترشح، يتعمل له معهد، يتعمل له دراسة، يخش يمتحن نشوفه جاهز ينفع. لا ما ينفعش، خلاص ما ينفعش. هتقول لي لا يا حبيبي، لا الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ عشان نبطل نشوف مهازل، عشان نقلل الاسراف اللي احنا بنشوفه ده. كل واحد فرحان بنفسه، عمل لي يافطه وقال استاذ فلان نازل مش عارف انتخاب، هو فرحان بنفسه خلاص ماشي انزل. طب انت انت هتفيدنا بايه؟ ما كلها عندها افكار وكلها، لكن لازم يبقى في فكر اعلى دايما دايما يا جماعه. مجلس الشعب ده، مجلس الشعب ده ومجلس الشيوخ دول هم يعني صفوة المجتمع، دول الـ 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 الزبدة، دول الصفوة. طيب أنا بقى في رسالة أخيرة قبل ما أختم مع حضراتكم، أنا بقول يا جماعة رسالة لواحد عارف نفسه ومش هقول اسمه، احذروا منطقة رسول الله، احذروا الاقتراب من منطقة رسول الله. احنا مش هنقترب من هذه المنطقة خالص، احترموا نفسيكم وابتعدوا عن منطقة رسول الله. أي واحد يؤذي رسول الله قولا أو تلميحا يحذر هذه المنطقة، فإنها منطقة نيران حارقة. اوعى تقرب من حضرة أو سمعة أو سيرة سيدنا النبي إلا بالخير. أنت عارف نفسك كويس وعمال تخبط وعمال تقول كلام يحرق الدم، احذر، هيتعمل لك قضية ازدراء أديان تاني وانت عارف نفسك. مش هقول اسمك، احذر. انه رسول الله بأبي انت وامي يا رسول الله، مقامك عالي وفي القلب غالي. سيدنا النبي دايما عالي ومقامك عالي. واشوفكم على خير، برنامج ضد الفوضى، كنت معكم وائل ابو شوشه.